صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 6 لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. وجاء في القرار: يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من الشيخ معاذ بن دعي آل خليفة ممثلا عن جهاز الخدمة المدنية، الأستاذ الدكتور سمير العتوم عضوا عن الجامعات الخاصة، الدكتور محمد عبد الله باقر عضوا عن الجامعات الحكومية، الدكتورة سماح محمد العجاوي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، الدكتورة أمينة محمد بوعلاي ممثلا عن مجلس التعليم العالي، الأستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثلا عن وزارة العمل، الأستاذ أحمد عبد الرحيم عضوا عن القطاع الخاص، الأستاذ نواف محمد الجشي عضوا عن المعاهد الخاصة. ويكون تعيين أول 5 أعضاء لمدة 4 سنوات، ويكون تعيين باقي الأعضاء لمدة 3 سنوات.